السلام عليكم اخوتي المغاربه، تنتمنى منكم هاد الاخت البويري حسين، تنتمنى منكم تجيو لعندو للسجن وتسولوه بان هاد السيد تعدو عليه اللي واقع ليه. هاد السيد عنده معاه عداوه، مضاربو وياه ويدير ليه هاد المشكل. دابا خوك فين كاين؟ خويا في الاذا في السجن ديال عكاشه. علاش مشدود؟ مشدود، كان مشدود على الشراب، ودابا كان من سميتو كان تيبيع اشداك، يبيع الشراب يعني من بكري وتيبيع الشراب. من بكري وتيبيع الشراب. طيب شحال هو تيبيع الشراب؟ من بعد من 2017 هو تيبيع الشراب. دابا هو مسكين غادي بينا شادينه على قبل الشراب. تفاجئوا بهاد البلان، قالوا لي فلان مخلي لك بلان. بينا هاد السيد اللي مخلي لي راه عنده باش نوضحوا، البلان شنو كاين اللي خلى لي؟ خلى لي ديال الغبره، البلان ديال الغبره. وشرح للمشاهدين كيفاش البلان ديال الغبره. خلى لي بينا، قال لك بينا تيتعول تيعطي وتي ولي تيعطي السلعه وتيبيعها، وما عندوش علاقه كاع بهذا الشيء. يعني السيد هو اصلا تيبيع وشي في الغبره؟ هو اصلا عنده متابع فيس مشدود على الغبره هذا السيد. ونهار تشت وقال لي بينا راه فلان اللي تيعطيني، وهذا السيد علاش خلى ليه؟ حيت عنده معاه عداوه، عندي معاه عندنا معاه محضر رسمي بالمحكمه وكل شيء. يعني بينا مضاربو وعندو معاه نزاع. يعني خوك ديجا دار به، دير به الشكايه. لا هو انا دايرين به الشكايه، هو داير به الشكايه بخويا بينا ضربو. هو هاد السيد اللي خلى ليه دير به الشكايه بانه هو ضربه. ما تصالحوش، بقى الميل مشى للمحكمه، من مشى للمحكمه مشى للحفظ. انا هاد المحضر جبدته من الحفظ، جبدته باش يعرفوا التحقيق ديالو. انا دابا تنتمنى يمشيو عند الناس اللي في السجن، كاينين ثلاثه الاشخاص معاهم، يمشيو يسولوهم. الا كان عند البويري حسن تيتعامل معاهم في هاد الشيء، حنا نمشيو مع الحبس، يخرجوا للدرب يسولوا بان هاد السيد واش تيتاجر في هذا الشيء ولا ما تيتاجرش فيه. كاين مقدم، كاين قايد، كاين الدرب كله. شو الدرب ديال حيم ولا رشيد ويسولوا كل شيء عباد الله. لا قال لهم بان هاد السيد تيتعامل بهذا الشيء، يدهم طويله عليه. اللي عجبهم يديروه ليه، ما عندناش المشكل. باش يتردوا عليه ويصيفطوا للحبس، ربع السيد ديال الحبس ما يستاهلاش. والسيد كبير في العمر، ماشي باقي صغير اللي غادي يضرب هاد العقوبه. راه 57 عام اللي عنده، ماشي باقي صغير، راه كبير في العمر. ودابا راه حاليا راه في حاله الموت، راه النعمه ما تيدوزهاش. يمشيو يتناقلوا للسجن ديال عكاشي ويشوفوا حالته كي دايره. تعدوا عليه هاد الناس، تعدوا عليه بزاف بزاف، تعدوا عليه بزاف. كون هادير شكون هادير، والله ما نديروش هاد الحاله. ولا ما تعدوا عليه، تعدوا عليه فوق القياس. هاد ما هضر معايا الصلاه، ما قادرش يهضر، الهضره ما قادرش يخرجها، الهضره ما قادرش يخرجها. تعدوا عليه، الله ياخذ بهم الحق. تعدى عليه تخيل، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ فيه الحق، الله ياخذ. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل فيه. اش دير ليه؟ ناد دار تساوية، وهذا راه مخزن كاين، وانا باش تعدى عليه تحط عليه هاد البلا، راه بزاف، راه بزاف. تكون مع عندك ما ديرش لي هاد الحالة. حسبي الله ونعم فيه وكيل، حسبي الله ونعم فيه وكيل. ما عرفتش جاو لي ديال عين الشوق، ديال عين الشوق مالي شدوه. شدوه في حي السدري. من شدو لقاو عنده الشراب، بقاو تيبيع في الشراب، الشراب اللي لقاو عنده. ما عندوش الدليل. نقل قالك شي واحد من ديك ديال الولاية استمع لي، أنا ما تنعرفوش. هو اللي غادي يدخلوا عنده هو ويستمع ويصنطوا لي، هو غايقول لهم كل شيء. هو اللي في السجن هو اللي غايقول لهم. أنا هذاك الشيء ما عارف عليه حتى شي حاجة. أنا عارف بأن هذا السيد عنده معاه عداوة. هذا السيد اللي خلى لي عنده معاه عداوة، شي تنقول لي عندي معاه محضر، محضر. مداعين ما حنا حاطنا كنا مقيدين، مقيد بين هاد السيد، مقيد بحسن، مقيد مع ايوب ولدي، مقيد بعبد الله. لا تدوي على ديال ولادي، الولادي تنهضر على ديال ولادي بين هاد السيد مخاصمين معاه. عندنا معاه محضر رسمي. ويخرجوا ويسولوا عليه، الا كان هاد الويري حسن تهضر مع هاد السيد، يد طويل عليه. يخرجوا يسولوا عليه. واش عدو عندنا معاه تنهضروا معاه، تصالح ما تصالحناش معاه، راه ما حضر مشى للنيشان. واخا الاخ ديال دابا في السجن؟ في السجن اه. ديال الاضراب؟ ديال الاضراب على الطعام، على هذا الملف ماشي ديالو. شحال هو مضرب على الطعام؟ دابا كان دار شهرين وشويه، دخلوا قالوا لي صافي غنحلوا معاك، وما داروا معاه حتى حاجه. وقلت ثاني دار لي قريب. شهر ونص دابا، شي شهر ونص ديال لي قريب اللي داير. درتو شكايه على دايرين شي لا ديال لاكري، باقي ما درناش. غير الشكايه ديال الشكايه بانه مظلوم، درتهم داير شكايات. ها ما عندي شكايه، ها هي ها هي. شنو
الجواب ديالها؟ الجواب ديالها قالك صيفطوه لديك ديال الكوميسري ديال الاناسي، الكوميسري ديال الاناسي باقي ما جاكمش الرد؟ باقي ما جاناش الرد عليها. شنو كطالب دابا؟ تنطالب بغيت يراجع معايا هاد الملف، يحقوا معاه، حقوا معاه حتى الا كان داير يزيدوا على الدوبل ديال العقوبه اللي عاطينه. شي الا كان داير هاد المسطره ديال الكوكايين يزيدوا الدوبل ديال العقوبه وتحريض الدوله معاه. حنا تنطالبوا يحقوا معاه في هاد الملف، ما راه السيد راه غيموت وبقى الصحه ديال الحبس. شحال كان كيضرب ملي كيدخل الحبس على الشهر؟ تيضرب هذيك شهرين ثلاث شهور، هادشي هو اللي داير في باله. تصدق في 4 سنين ديال الحبس راه بزاف. السلام عليكم، معكم الاخت سكينه. السلام عليكم، معكم الاخت سكينه بنت الحسن البويري. كنطالبوا من سعاده الحموشي اعاده التحقيق في هذه المسطره، في هذا الملف هذا، بان الوالد ديالي راه بريء. بريء الوالد ديالي معروف عليه المساطر ديال الشراب ملي عنده من 2017 2018 2024 هو كيتاجر في المخدرات، في التجاره في الخمور، مخدرات ما كيتاجرش فيها. دابا كنطلبوا من اعاده تحقيق الملف ويشوفوا الا كان كيتاجر في هادشي ديال الكوكايين يدهم طويله عليه. راه ما الا كان كيتاجر فيه راه ما يستحقش 4 سنين، يستحق اكثر. هو كيتاجر في الخمور فقط. يعني السيد خلى لي بلان، خلى لي بلان. اه مضاربه، مضاربين، مقيدين بعضياتهم. كان بني تشد خلى لي بلان ديال الكوكايين، هو مضارب هو وياه قبل ما يتشد الدري، قبل ما يتشد بشي 8 شهور حتى العام مضارب هو وياه، تشد السيد خلى لي بلان. قلت لي بانه هو حلف عليه. حلف عليه؟ اه قال لي مني غادي نتشد راه غادي نخلي لك، وفعلا داكشي اللي دار السيد، مني تشد خلى لي. وهذا اللي تشد عنده يعني عنده محجوزات؟ عنده محجوزات، لكن عنده محجوزات كل داكشي الاعترافات معترفين همايا، هما ثلاثه الاشخاص كاينين، ثلاثه الدراري وواحد المراه، المراه هي اللي كتجيب لهم السلع. المهم معترفين هما بداكشي. وهاد السيد بوحدو اللي مدخل الوالد معاك ولا بوحدو؟ لا بوحدو اللي مدخل الوالد، الاخرين كاملين كيقول لك هذاك السيد حسن البويري بريء من التهمه. يعني الاخرين برئينه؟ الاخرين برئينه بانه بريء من هذيك التهمه، الا هو هذاك السيد اللي عنده معاه عداوه وعندنا معاه محضر بانهم ضربوا وياه، هو الواحد اللي كيقول لك هذاك السيد راه معايا في التجاره في الكوكايين. تقول بانه قال لك يعني قادر انه يشهد بانه راه اي مني داروا فيه الناس وداكشي في المحكمه، شاف السيد مرض في الحبس وداكشي، قال لهم انا مستعد نبرأ هذاك السيد راه غير سوء تفاهم طرا بيناتنا وحطيت لي هذاك البلان. شنو المطلب ديالك؟ المطلوب ديالنا هو اعاده التحقيق في هذا الملف. هادشي اللي كنطلبوا حنا، اعاده التحقيق في هذا الملف بان الوالد ديالي بريء من الكوكايين، ما عندوش علاقه بالكوكايين بصفه عامه. الوالد ديالي كيبيع الشراب وما كاينش اللي ما عرفوش كيبيع الشراب. راه اللي اي واحد غتسولو على حسن البويري غيقول لك معروف بانه كيبيع الشراب ومده طويله هو كيبيع الشراب، راه ماشي لا شهر ولا شهرين او لا عام ولا عامين، راه مده وكلشي كيعرفو. حاله لا يرثى لها، ما كياكل ما كيشرب، ما الوقفه ما قالتش كيوقف، انا عسى مجبد شي نهار يقولوا لنا الو راه فلان راه مات. دابا حنا كنطلبوا من اعاده تحقيق الملف ونمشيو نشوفوا حتى في السجن، نشوفوا الحاله ديالو كيفاش دايره. الا لقاونا كنكذبوا ولا لقاونا هادشي كامل يعني غير شرعي، يدوم طويله عنينا. ديك الساعه اللي بغاو يديروها يديروها. اشترك الان في قناه اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.